السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من الموجز الرياضي. أقامت اللجنة المنظمة لدوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية الرابع لكرة قدم الصالات والأول لذوي الإعاقة مؤتمرا صحفيا تم خلاله إعلان عدة مستجدات بالدورية، حيث يشير المؤتمر الذي أداره السيد حازم الشيخ رئيس اللجنة الإعلامية، أعلن الدكتور الشيخ صقر بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للهيئات والمراكز الشبابية في وزارة شؤون الشباب والرياضة عن جوائز ومكافآت مالية بلغت 18,000 دينار. من جهته أكد السيد حمد الجابر مدير الدورية على وجود جائزة لأفضل لاعب بكل مباراة. وصلنا للدور 16، نظام النقاط يعني انتهى، والآن النظام هو إخراج المغلوب، وعندنا 16 فريق ونهنئهم ان يعني وصلوا لهذه المرحله. الان يعني في هذا الوقت كل مباراه ان شاء الله راح يكون هناك يعني افضل جائزه افضل لاعب مقدمه من الرعاه، واحنا شاكرين لهم بكل صراحه. مستوى البطوله ومستوى التنظيمي يشجع الشركات، واحنا ندعو باقي شركاتنا يعني تدعم هالدوري في السنوات المقبله. يعني مهم دمج ذوي الاحتياجات الخاصه ذوي الاعاقه مع اخوانهم الباقي في المجتمع من الشباب. الله، مفاجأة دور 16 الى الادوار النهائيه هي تكريم افضل لاعب من بعد نهايه كل مباراه، فهذه التكريم والمبادره راح تزيد من حماس المباريات والتنافس الشديد والمشرف ان شاء الله في ذي البطوله. هذا وانطلقت يوم أمس منافسات دورة 16 من دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة القدم في نسخته الرابعة والأول لدوري الإعاقة، وذلك على صالة الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين، حيث صعد لدور الثمانية مركز شباب أشاخورة ومركز شباب كرانة، وقد تمكن كل من شباب مركز شباب الوسطى وفريق مركز شباب أبو صيبع من حجز مكانهما بمنافسات دوري الثمانية. والله احنا ما دخلنا البطوله يعني بس حق نلعب، يعني استغفر الله، احنا هدفنا البطوله ان شاء الله، بفضل ان شاء الله جهودنا وجهود الاداريين ان شاء الله راح نوصل النهائي وان شاء الله راح نفوز بالبطوله. طبعا المجموعه اللي عندنا من خيره اللاعبين اللي موجوده في الصالات في البحرين، مو غريبه عليهم التاهل لهاي الدور، طموحنا فيهم ابعد من كذي، تنفيذ تعليمات المدرب والانضباط داخل الملعب والروح طبعا بتؤدي الى الفوز، والحمد لله تحقق هالشيء، ان شاء الله نطمح ان نروح ابعد في هالبطوله ونتوج فيها باذن الله. هذه الادوار الاقصائيه تحتاج الى اكثر شيء الى تركيز والى حماس والى قتال داخل الملعب. الحمد لله رب العالمين كنا مركزين في المباراه واستغلينا الفرص، والشباب الحمد لله رب العالمين كلهم كانوا جادين، لان احنا طموحنا ان شاء الله نوصل حق المباراه النهائيه. حقق منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد فوزه الثاني على التوالي في البطولة الآسيوية المقامة في مملكة البحرين، وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي ب 25,000 مقابل 23، وبذلك حصد منتخبنا 6 نقاط من مباراتين متتاليتين ليضع قدمه الأولى في دائرة التأهل للدور الثاني، فيما تلقى المنتخب السعودي خسارته الأخيرة.